حضرتك في فترة شبابك كنت عامل إزاي؟ كنت متشدد؟ إيه؟ كنت متحفز؟ شوفي، أنا لم أعرف لي شباباً ولم أعرف لي صبوة ولا صبية ولا صبا. طبعاً قالوا لك اللي بيلعب بايظ. الله يسترك، جبت الخلاصة. ما حسيتش إن في حاجة فاتتك يا دكتور؟ أحكي لك نادرة من نوادر أبويا الله يرحمه. الله يرحمه. لما دخلت الأزهر كان عندي 10 سنين ونص، والأزهر كان وما زال لا يقبل إلا من سن 11 سنة. فدخلت باستثناء من شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم، فكنت أصغر طالب في الأزهر، وبالمناسبة أصغر دكتور في الأزهر وأصغر أستاذ في جامعة الأزهر. حفظت القرآن الكريم وحضرتك عندك 7 سنين؟ 7 سنين بالضبط. لا الشاهد يعني. فلما جم حصة التربية الرياضية قعدت عير وأنا 10 سنين ونص، ما نزلش ألعب أبدا، أنا جاي أتعلم هنا مش جاي ألعب. يا ابني ده تربية رياضية وتقوية أبدان ومقررة، ما فيش فايدة. طفل عنده تروما من اللعب، فاهم إن اللعب ده غلط. الله يستر. فشل بوزان. المهم شيخ المعهد اللي هو عميده يعني أو الناظر بتاعه قال يجي ولي أمره نفهمه وهو يفهم ابنه. فأبوي عليه رحمة الله وأمي وموتى المسلمين جه قابل شيخ المعهد فنزلوني، فحضرت لقاء والدي قاعد كده وشيخ المعهد قاعد كده، وشيخ المعهد بيعرض المشكلة على أبتي عليه رضوان الله. ابنك يا حاج رافض يحضر حصة الألعاب التربية الرياضية. قال له والله برافو عليه، شاطر، معاه حق، فرحتني بمبروك، يلعب. شيخ المعهد الله يرحمه خدها من قصيره، قال ما تتعبوش نفسكم خلاص، يأس لما تيجي حصة التربية الرياضية مبروك يحضر حصة نحو أو حصة رياضة في فصل المجاور. فضلت طول عمري تيجي حصة التربية الرياضية زمايلي المحببين إلي، على فكرة نصنا بقى أساتذة الجامعة كلهم ينزلوا 2-2 وأنا أقول مع السلامة ربنا يعينكم واضحوا الفصل اللي صوتهم وهم بيلعبوا. يا دكتور ما كنتش بتحس إن نفسك تلعب معاهم بس لأ عشان ده غلط؟ هي ما كانتش بتيجي على نفسك كطفل؟ شوفي هقول لك على حاجه، والله فكره حلوه ان انا اناقشك في يعني في اللي بتقوليه كده اول باول، لان في افاده. اللي بتقوليه حضرتك كان وما كانش احساس على نفسك، الكلام ده كله لم يرد على خاطر. بدليل برضو اللام تحتها كسره، بدليلي لي بدليلي ايوه قول الله تعالى وقالوا سمعنا واطعنا. فالواحد لما يسمع معلومة من بيئة يثق فيها يبقى اللي بيلعب بايظ، لا له دعوة بقى بنفسيته، جت أثرت في نفسيته ولا خطر على باله، هي سمعنا وأطعنا. لما كبرت بقى ما حسيتش إن في حاجة فاتتك؟ إطلاقا لحد دلوقتي؟ أبدا أبدا. حضرتك قلت إنك دخلت السينما مرة واحدة بس وأنت صغير، جبت الكلام ده ما كررتهاش والله، وندمت وزعلت على الفلوس إنك ما تعلمتش بيها حاجة. أنا كان معايا عالم من أعلام مصر الله يرحمه اسمه عبد الحسيب الخناني، كان زميلي في معهد منوف الدين، وقعدنا حوالي أنا فاكر شهرين نتشاور في موضوع دخول السينما بتاعت منوف عشان نشوف فيلم ونشوف السيما دي هي إيه، ونقول الموضوع ياخد له دقيقة ونشوف اللي ورانا من المذاكرة. وبعد 3 أيام نقول يا جماعة فاكرين موضوع السينما؟ أقسم بالله كأني بصور لك الواقع اللي موجود ده. إلى أن قررنا ندخل سينما منوف والنفر ب3 قروش التذكرة. عارفة 3 قروش يعني إيه؟ يعني الجنيه يدخل 30 واحد وأكثر من 30 واحد، الجنيه تذاكر 3 × 30 ب90 قرش ويبقى كمان 3 يدخل. وشفنا الفيلم وخرجنا، اللي أنا فاكره كويس جدا هو ما ارتسم على وجوه زملائي. كان فيلم إيه يا دكتور؟ فاكر؟ فاكر طبعا. كان فيلم إيه؟ عمري ما انساه. إيه؟ كان اسمه الساعة تدق العاشرة، محمود ياسين الله يرحمه. الله يرحمه. الساعة تدق العاشرة، ولذلك أنا فاكره لأن كلنا بقينا نعمل كده لما خرجنا من السينما. الساعة كام؟ 10 فاتت، يعوض ربنا علينا في ليلتنا اللي مذكرناش فيها، ايه اللي احنا عملناه؟